وهذه غرفتي 304. راح تصيرين ذكرى، ذكرى جميلة. تعالوا شوفوا السويت اللي أنا ساكن فيه. هذا السويت مشكنا. شوفوا الفيو. ولا دولة في العالم حطت رعاياها في فندق 5 نجوم، وهذا فيوهم. يعني منظمة الصحة العالمية مصدوم من هالشيء. هذه الطاولة، وهذا المطبخ اللي مشكنا المطبخ، وغرفة الضيوف. وأنا ما عندي ضيوف ولا حمام ضيوف، هذيل ما قاعد أستخدمهم. وإني أنا حاط التعقيمات، ترى ضروري كل شوي تتعقمون، يعني تنظفون إيدكم. خل أوريكم غرفتي. هاي الغرفة اللي تعودت عليها خلاص. طبعا ما اقدر اصور هالصوب لانه لويه. وهني الحمام. هلا اوريكم البلكونة. قوات الأمن الله يعطيه العافية. وهذا فيو السويت. الحمد لله على كل حال، واللي كاتبه ربك بيصير.